20 شوط، ونتمنى التوفيق للجميع في الأشواط الأربعة القادمة، وأحد الزملاء يتواصل في الشوط القادم. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام متواصلين مع تواصل أشواطنا في هذا اليوم وهذا الشوط الثاني والعشرون، ونبدأ ونتعرف على المركز الأول ومن تحتل المقدمة. وهذه اللحظات بديع علي فرج بن ناصر بن حفيظ المري من تحتل المقدمة وتسيطر على المركز الأول، بينما هنا أريام متعب بن سعيد بن قحيز المري من غيرت في هذه اللحظة وانتقلت بدورها إلى المركز الأول، تليها على المركز الثالث الجذابة لجابر بن طالب بن علي المري من تحتل المركز الثالث الدور، والنقلة عند المركز الرابع الوصول من دوما لسالم بن حمد الدعبة المري مع دوما على المركز الرابع، خامسا تتواصل على المركز الخامس الوصول من روان لزيد بن محمد الشراب مع روان في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ونعود وإياكم إلى صدارة هذا الشوط وإلى الانطلاق الأول. شعار بن قحيز أريام مع المركز الأول، أريام مع الصدارة، أريام مع القيادة الحكيمة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هذه أريام تعود ملكيتها لمتعب بن سعيد بن قحيز المري، تأتي على المركز الثاني وتليها دوما لسالم بن حمد الدعبة المري، وعلى المركز الثالث القدوم من الجذابة لجابر بن طالب بن علي المري على المركز الثالث، وعلى المركز الرابع تصل روان لزيد بن محمد الشراب المري، وعلى المركز الخامس القدوم والوصول من المركز الخامس في هذه اللحظات من وهيلة لسالم بن ناصر بن حفيظ المري. هذه نتيجتنا، هذه النتيجة للمرة الثانية على التوالي مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود وإياكم، نعود إلى مقدمة هذا الشوط وإلى المسار الأول والمقدمة مع شعار بن قحيز أريام متعب بن سعيد بن قحيز المري، مع انطلاقة أريام واندفاعتها 1200 يا بن قحيز 1200 متعب بن سعيد بن قحيز المري مع الصدارة، تأتي هنا دوما على المركز الثاني سالم بن حمد الدعبة، وعلى المركز الثالث الوصول من وهيلة لسالم بن ناصر بن حفيظ المري، من تأتي على المركز الثاني غيرت من المركز الثالث إلى المركز الثاني. يا سلام وهيلة خطيرة للغاية، يصل ويتصل هنا على المركز الرابع روان لزيد بن محمد الشراب، وعلى المركز الخامس القدوم هنا واللي تتسلل إلى المركز الثاني هدوء عيسى بن حمدان البلوي، من تتواصل إلى المركز الثالث يا سلام، كذلك تصل مشكورة حمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري. ونعود وإياكم إلى صدارة هذا الشوط، المقدمة والصدارة مع وهيلة مع الصدارة، وهيلة مع القيادة الحكيمة. يا سلام سالم بن ناصر بن حفيظ المري مع وهيلة ومع انطلاقة وهيلة مع الصدارة مع القيادة الحكيمة. يا سلام بن قحيز على المركز الثاني مع أريام متعب بن سعيد بن قحيز المري مع المركز الثاني، ولكن وهيلة والصدارة مع وهيلة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. بن قحيز رافع راية التهديد مع أريام وهيلة مع الصدارة مع القيادة. يا سلام يا وهيلة، الناموس مع وهيلة، الناموس مع بن حفيظ. تهانينا لمالك وهيلة سالم بن ناصر بن حفيظ المري على فوز وهيلة وتحقيقها بالمركز الأول وتحقيقها بهذه النقطة الذي انتزعتها بجدارة وباستحقاق. لحظة وصول وهيلة إلى خط النهاية المركز الثاني، تصل أريام متعب بن سعيد بن قحيز المري المركز الثالث، وصلت هدوء عيسى بن حمدان اللوي المركز الرابع، تصل الجذابة لجابر بن طالب المري المركز الخامس، وصلت على المركز الخامس روان لزيد بن محمد الشراب. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ملخص هذا الشوط. وأهيلة
عند تقدمها عند لائحة 1200 متر الأخيرة وتجاوزها عند 800 متر الأخيرة للقيادة الحكيمة حتى خط النهاية 4:35 84 جزء من الثانية. تهانينا لمالك وهيلة سالم بن ناصر بن حفيظ المري على انتزاعه لناموس هذا الشوط وتحقيق وهيلة بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت فيه أريام 4:36 38 جزء من الثانية. متعب بن سعيد بن قحيز المري نهنيه. المركز الثالث هدوء 4:36 64 جزء من الثانية. عيسى بن حمدان البلوي نهنيه على فوز هدوء بالمركز.